كنت حديث عهد بعرس عريس، فكان زواجي في شعبان وزرت الشيخ في رمضان، يعني بعد الزواج بأسبوعين. عريس يا جماعة الخير لازم يفطر مع الزوجة، وأنا العصر في بيت الشيخ من جبرين. عادة الناس إذا جاء قبل الأذان قال سمحتم لو سمحتم يا أخوان بأذنها، يلا كل واحد يدبر نفسه. فأنا لما الشيخ قالوا يعني الحضور يا أخوان بأذن يلا كذا، الشيخ قال أغلقوا الباب ما يطلع أحد. نعم حضور ضخم، كيف سيفطر كل هؤلاء وأنا من بينهم العريس الذي الفطور ينتظرني؟ فقلت يا شيخ، قلت أنا استثنائي، قلت يا شيخ عريس جدي، هو يعرف طبعا الشيخ ذكي، قال له واحد أبو عمر زميلي ولأن هذا كان يقرب للشيخ، قال نعم ويسكن جوارنا وسيارته بكد باكاف بكد 120، حافظ حتى رقم لوحة سيارتي أنا مقابل البيت. فأظن يقرأ، هو يدربها دائما، يقول كذا يقرأ الشيخ، حتى يقول كذا أحيانا دائما وكذا. فالشيخ قلت له يا شيخ أنا عريس جديد، فذكي الشيخ يريد أن يفطرني ولا يغضب المرأة، فإيش ماذا فعل؟ قال يعني تمرة وماء كذا. فأنا أخذت التمرة وشربت الماء، طبعا لما أذن قلت يا شيخ، قال لي أني لا تبين أحد أطلع لحالك، فانسليت وقلت له ذات مرة يا شيخ عبد الله، هو شيخ عبد الله يرفض أحد يحب رأسه، بعدين ما يقاوم هكذا، يقاوم هكذا عشان تكون أقوى. فأنا أريد أغلب الشيخ، فاستغليت أنه جالس في الأرض، فجيته وأنا طويل طبعا فوق، فالشيخ ذكي قال كذا، فأنا قاومت وقاوم، فأنا مثلت على الشيخ الله يعفو عني، من كان له حيلة فليحتال، ها من خدعنا لله أن خدعنا لله، أنا خدعته. قلت كيف؟ قلت لأن كانت مسكة هنا، قلت يا شيخ بغيت تموتني. فرد علي قال لي ليش تعاند؟ أنا منعتك تسلم علي. فأعطيته كلمة ما منعني أن أقبل رأسه حتى مات. قلت يا شيخ أنا فقدت والدي وأنا صغير، فقدت أنا في الجامعة، فقدت والدي صغير، فأحب كبار السن وأنت شيخ وكبير، فلا تحرمني. تأثر الشيخ، سكت، قبلته. فكنت كل ما أروح مكان، مرة في عتيقة الناس يحاولون كذا، إلا أنا جيت بشويش قلت السلام عليكم، قلت أنور قال كذا نصدرون، فيعطيني رأسه أحب رأسه. غريب يعني، علم ورقه وجمال، يعني هذا اللي فقدناهم يعني. رحمة الله، اسال الله يجعله في جنات. اسف اخذنا وقتكم، لكن انتم فتحتم شجون الشيخ، شجون وفنون تقود الى الجنون. يعني الله يرحمه رحمه الابرار، اسال الله ان يغفر له ويرحمه ويتجاوز.